Ya Rabbi salli ala Muhammad.
Assalamualaikum.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم كس الواسع، تجلى قضى بانتشار فضله بالقريب والساسع. فله الحمد الذي لا تنتشر أفراد بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرات ترداد. حيث أبرد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجود الذكلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل بقلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا على قلب سرورك توالى بحبيب عمل أنا من والى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بحجة وجمالا. فترك في الحسن على مقام وتنهى بمجر وتعالى، لحظت العين في مجتلة بشرا كاملا يذيه الظلالا. وهو من فوق علم ما كدرت رفعة في صعنه وكمالا. فسبحان الذي أبرد من هدرة الامتنان ما يجز أنوث في لسان، ويهار في تعقل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتفرق الله من إله قريب، بشرتنا آيات في ذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقيها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أسرم الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان، أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده، وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا. فبلغ رسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشارا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكمارا منيرا. فما ضمع من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسع من نعمة انتصار سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وزكى التهيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية، وبرد فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإكمال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويغتب بها بعناية الأبد به، وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صحوة المجد بقربه، وتميأوا دلال شراب الأصلي بوده وحبه، ما عذر الأقوان بنصر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أسرم الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدخول أسرار التخصيص البشري الكريم بالتقديم والتكريم، نبذت الفضلات الباخرة
بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت خيرة التصميم في العالم المطلق الكبير أنجب مشهود بالعين حامل وصف الكمال المدرك والحسن الثامن الزين صلى الله عليه فلتقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب يضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي نتقبل فيه في بروج يتشرف به موطن استقراره وموعده خروج وقد قضت الأقدار الأزلية بما خلق وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت وفي الأسلام الظاهرة صلى الله عليه فالأحلام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وذهر فتعلقت همة الراكب لهذه الغروب بأن يرق في هذا اليرقى سواه ولديه من عجائب بذلك النور المعروف صلى الله عليه بذلك الموسوم صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وترويما للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه إلا فأنا قرب الأقلام صلى الله عليه شعور خير الأمن ولكن هزني لا تدوين ما ومن سير أصحاب المخلوق صلى الله عليه وسلم قال الذي أن العالمين صلى الله عليه على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه التعلق بنبي الحضرة الكريم صلى الله عليه التشوق إلى سمع أوصافه العظيمة ولعل الله ينبع به متكلما وسامع ولعل الله ينبع به متكلما وسامع ولعل الله ينبع به متكلما وسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أفرق الصلاة وتسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك Yeah.
وبارك لي ولالي. Ayo nama jasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wa qad ana bil qalami an yakhutta ma harrakatuhu fihi al anamil sallallahu alaihi wa sallam min sifati hadha al abdil mahbub al kamil sallallahu alaihi وشمائله التي فيها أحسن من السمائل وهنا حسنا أن تثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه وشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضوع مهدى في هذه السورة صلى الله عليه وسلم هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه وسلم بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وسلم وجعل الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا نبي إن الله خلق قبل الأشياء من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وسلم ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أول النبيين بخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وسلم وعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا صلى الله عليه وسلم ولما كانت السعادة الأبدية لما ملاحظة خفية التقت من سعد من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه وسلم فقطعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقلت هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه وسلم فله صلاة يد العلم القديم صلى الله عليه وسلم بالتكريم نبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذي القدر العظيم صلى الله عليه وسلم مخاوف آبنا صلى الله عليه وسلم كريمة آبنا صلى الله عليه وسلم فتلقى صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها صلى الله عليه وسلم وبمغنة الله بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرات وسمها صلى الله عليه وسلم برعاية الله كما ورد عنها فمن خاذبا لا تجد له ذكلا صلى الله عليه وسلم ولا علالا صلى الله عليه الشهر بعد شهر من حمله صلى الله عليه وسلم وقف برزه إلى عالم شهادة للتنباسط عن أهل هذا العالم فيضت فله صلى الله عليه وسلم تشير به أثر مجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم صلاة الله سلام الله على الله صل الله صلاة الله سلام الله على ياسين Allah, 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 All
فإن قرب ونودي هذا الحبيب على ند السماوات والأرضون ومن فينا بترهيب وأفضل وجود الإله على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين فإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا والقدرة كسبتنا هذا المسؤول ليبرد نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاكا كل نور والمدى الحكم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يضر عند ودي أمته نسا لجنانها المسؤول ومشاركة الأبيال الثمات الممدود فأضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الغور العين ما قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلقت ذو الكمال من النور أنعمت وبرز الهامل المحمود مدعنا بالتعليم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا Allah
langsung doa bel, langsung doa. Hah? Oh. Amin, amin. 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 Wa tawajjahna ilayka mustashfiyan 'anduka.